بعد وفاة سلطاننا علاء الدين كيكوبات فقدنا الطمأنينة، وسعد الدين كوبك يريد أن يطردنا من أرضنا التي هي حق لنا. سنجعل كوبك والدولة يعرفون من نكون نحن. سوف نريهم. فليقسم كل شخص منكم على سيفه. لقد وصل ابن سليمان شاه السيد أرطغرل. وصل السيد أرطغرل. نعم، أتى السيد أرطغرل. أتى سيدنا السيد أرطغرل. أتى سيدنا. أتى السيد أرطغرل. أهلا بك سيد أرطغرل. شرفتنا سيد أرطغرل. أهلا وسهلا سيد أرطغرل. شرفتنا سيد أرطغرل. أهلا بسادات الأوغوز المباركين. تفضل. سلم. تفضل سيد أرطغرل. سلم. ما الذي جاء بك سيد أرطغرل؟ هل أتيت للتوحد معنا؟ لتعد سيوفكم التي أخرجتموها بغضب إلى أغمادها أيها السادة. أنا لم آتي للانضمام إليكم، بل من أجل إيقافكم. نحن كلنا نعلم بشجاعتك وصدقك سيد أرطغرل. تعرف اعتبارك لدينا، لكن في هذه المسألة فإن السكين قد لامست اللحم، ولن نعود عن رأينا أبدا. هذا صحيح. نعم، لا عودة عن هذا. أعرف الظلم الذي قام به سعد الدين أكثر منكم جميعا، لكن الطريق لإيقافه وإحياء دولتنا وإعادة مجدها ليس العصيان. ما هو إذن سيد أرطغرل؟ هل سنجلس ونغض النظر عن ظلمه؟ يا سادة، المغول على حدودنا في الشرق والبيزنطيون على حدودنا في الغرب يحكون أكفهم لمحاربتنا. عند أول وأصغر ضعف تقع به دولتنا سيغرسون خناجيرهم. الخروج بعصيان سوف يضعف دولتنا، ونحن لا يمكننا أن نرمي بدولتنا في النار من أجل القضاء على كوبك. لا يحرق اللحاف لأن به براغيث، ولا يمكننا أن نرمي وطننا في النار من أجل سعد الدين كوبك. بالتأكيد سيتم القضاء عليه. نحن سادة قبائل الأوغوز المجيدة سنتدبر الأمر بعقلانية لا بعصيان. لن نترك بقعة سوداء، لا على أسمائنا ولا على أسماء نسلنا. لا فائدة من جلوسنا مكتوفي الأيدي. إن اضطررنا سنهدم الدولة ونقيم دولة أخرى، لكن لن نعود عن طريقنا أبدا. نعم، سلطان مهبري. أهلا بك أمير سعد الدين. أهلا بك سلطان مهبري. عندما وصلت إلى القصر بدأت فورا بطرد رجال الدولة من وظائفهم، وبعدها جلبت مكانهم الأوفياء لك. بعد الحادثة الأليمة التي عشتها ومن أجل بقاء سلطاننا ودولتنا، أزلت من الوسط كل المرتبطين بعديم الأخلاق تاج الدين ووضعت بديلاً عنهم. هذا صحيح. وما السبب؟
علمت أن لديه علاقة غير مشروعة مع مغنية في أكشيهير، وبالطبع لا يجدر بنا أبداً ترك قلة أخلاق كهذه بالعقاب، أليس كذلك؟ أتمنى منك عندما يسأل سلطاننا عن السبب أن يكون لديك الكثير من الإثباتات أيها الأمير. نعم يوجد سيدة مابري، يوجد، لا تشك بذلك أبداً. ربما قد وصل إلى أذنك أني عندما ذهبت لمقابلة كريتوس في قصر كارفان هاجمني بضعة لصوص وحاولوا اغتيالي هناك. فليحفظك الله لنا أمير سعد الدين. أخبرني، هل أنت بخير؟ بخير، نعم بخير، لكن عندما أعرف من هم الذين كانوا خلف هذا الأمر سأجعلهم يدفعون الثمن غاليا، ولن أترك فوق أكتافهم رؤوسا. أولا سوف أقتلع عيونهم التي وضعوها على مستقبل دولتنا العلية، وبعدها سأقطع رؤوسهم. وأنا سأفعل كل ما بوسعي من أجل تحقيق ذلك. يبدو أن سلطاننا قد حررك من الأسر الذي وضعك فيه. فهم خطأه والحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، فليحفظ الله مولانا السلطان فوق رؤوسنا. سلطان مابري، نحن سنبقي دولتنا قائمة إن شاء الله، وكل أعدائنا سيلفظون أنفاسهم الأخيرة قريباً.